مرحبا بيك. السلام. لاباس؟ الحمد لله. اتمنى روحك. سهيل المقصري. مرحبا بي. كيفاش ترى مستقبلك في بلادك هناك شاب تونسي؟ في بلادي حبس. حبس؟ حبس. علاش حبس؟ باش ترى مستقبل حبس؟ مستقبل البلاد حبس، باش يبقى لهنا يعني شي يتلز بسيف ويدخل للحبس. اي مشكل وصلت مثال، انا مثال في سوسة، كنت راكش نخدم على روحي وكل شيء. شنو تخدم؟ نخدم مرمى، نخدم وكل شيء هكا، وفديت في مساكن، مشيت هزيت روحي، شديت بنكه كسرتها، وقبل ما ندخل يعني نكسر البنكه وكل شيء، مشيت للمركز قلت له وقفني راني تاع نعمل اي كارثه كي نخرج، فهمت؟ قلت له راني تاع نعمل اي كارثه، قال لي ليه ما نوقفكش وكل شيء. خرجت مشيت ثم بنكه هي بحذا استاد، مشيت كسرتها ورجعت لهم على البلاصه، رجعت لهم قلت لهم وقفوني تو انا كسرت بنكه، هزوني وقتها خذيت فيها عام وما خذيتش فيها حتى نار عفو، عديت عام يهودي. شنو يخلي انسان معناها طبيعي لبس بيه يحب يدخل وحده للحبس؟ يعني هز كيفاه هو هز روحه بيده للحبس ما عمل شيء. تونس تخليه، تونس تونس تخليك تدخل للحبس، تلقى ما تعمل تحب. انت وقت تخدم معناها هاك تخدم لبيه؟ نخدم بالليل، نخدم بها ناخذ 40 دينار 50 دينار، تاخذ منها باك دخان، كارتا، قهوه، باش تبقى منها نهار ما تخدمش تبقى ما تتعشاش ما تعملش قهوه. ايه هذه هي تو عايشين فيها. راه تحب تقول انك انت وقتها فديت؟ فديت ما فداش. قداش عمرك انت؟ تو 22. صغير؟ صغير 22، صغير مانيش صغير. اي ما زلت الحياه قدامك يعني، ما زلت في بدايه الطريق. عمري 22 سنه بني، يعني من عمري 12 سنه وانا نخدم في المرمى، من عمري 12 سنه وهامل نخدم في المرمى. شوانة دايره حبس عديته، عمري ما عملت مشكل ولا تكيفت لا زطله ولا عمري ما عملت حتى مشكل. هي دخلت الحبس. وقت صارت الحكايه هذه؟ رمضان الجمعه، رمضان اللي فات. هذي مشيت كسرت بنك؟ اي عملوا لك قبل رمضان وخرجت قبل رمضان بجمعه. اي حتى مثال بيعي، لو فرضنا غلط وتحكمت، ما تحكمت اي حكم عدل. علاش عام نعدي عام يهودي؟ نورمالمون العام نعدي منه 6 شهور، هما العام اللي عديت عام غير 3 ايام 4 ايام، وطفل صغير مثال كي يغلط تو انت تدخله للحبس، ما تحطه في بيت مريقله كل شيء، دخلوا مع عباده معدي 18 سنه حبس، واحد اسمه ورل الاخر اسمه ما نعرفش شنو، كيفاش تا يخرج؟ شو يخرج ناقم على البلاد؟ مثال تو انا يخرج ناقم على البلاد جمله. انت دخلت روحك راه؟ وحدي 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 مشيت الحبس. لا عملت حاجه؟ لا ما عملت حتى شيء، وحدي مشيت هكا وحدي قلقت. هذا البرا حبس، شفت الحبس شو مسمينه؟ سيفير مسمينه، الحبس كبير حبسه صغير، والبرا حبسه كبير. ذي المرابيط البرا يقول لك حبسه كبير، فهمت؟ كي ليلة جيت خارج تم واحد اقسم بالله قال لي رد بالك على روحك وكل شيء، قلت له انا في حبس انا الحمد لله لاباس، قال لي ليه راك خارج الحبس كبير، فهمت؟ تونس يا احكي لي كيفاش عديتوا العام هذاك؟ ندمت على العمله اللي عملتها ولا لا؟ ندمتش، ما نندمش، ما عمري ما ندم، خاطر زيت روحك هكاك ماني العام. شفت العام تصلحت منه كل شيء. كيفاش نهي تصلحت؟ تصلحت، وليت رزين، وليت لا علاقه بالعباد، ما يهمنيش هذاك عنده ما عندوش، انا نخدم على روحي لاباس، فهمت؟ وليت ديما نسال على دارنا، قبل كنت نطلب نبقى 3 شهور ما نطلبش دارنا، فهمت؟ برشا حاجات جاو كذا عائلتك ما نازل جا هاي تو مريق. اما الظلم حرام، فهمت؟ صحيح العام الحبس اللي عديته بيه وكل شيء مش بيه يعني، حبس اللي نبدا نشكر في الشعب، اما يعني صلحني، صلحك في حاجات، صلحني في حاجات، فهمت؟ واللي يحب هو شفت ثم البيه ثم الخايب، اللي يحب يتعلم البيه يتعلم، واللي يحب يتعلم الخايب يتعلم، كل شيء فيه الحبس راهو فيه كل شيء، فيه كل شيء ترى في مخك كله ترى. هو اللي شفت حكينا هكا، اعطينا اعطينا صوره، صورة شفت القهر الظلم، شفت طفل صغير كي يبدا مثال ما عندوش جهد ما عندوش يحقروه، يبدا يخدم في الحبس، ينظف تواليتات كرفي يخدم،
يا حقروا يا حقروا برشا حقروا كل شيء. يحبوا عرفتها، يحبوا شكون يعني ما يحبوش الراجل، يحبوا كان معناتها تغلبوا يحترمك ويقدرك، يغلبك ما يقدركش، هذاك الحبس. وبعد كي خرجت؟ بعد كي خرجت فيش بديت؟ بداية جديدة نورمال، حياة جديدة، مش حياة جديدة. حياة جديدة أفضل وإلا أسوأ؟ أحسن الحمد لله. أحسن خاطر تعلمت برشا حوايج وريت برشا. ثم المعيق في الحبس، كي ترى واحد معيق وهو في حبس ما بين أربع حيوط تتعلم وتفهم وتستحمد موليك حتى على صحتك وكل شيء، فهمت؟ هذاك علاش أنا تصلحت وخرجت وعادي توا أنا نخدم. شنو تخدم؟ نخدم توا مرمى، نخدم جات المرمى الحمد لله. حتى كان مثال مشني مصور فيها وكل شيء. ما حكينيش على ردة فعل عائلتك، انت قلت لي ملك متاع مشاكل، ليك متاع حد شيء، وقت سمعوا عائلتك وش في بالهم؟ مشارب في بالهم، مزطل في بالهم. وانا ما تش مستن تعمل مشاكل لعائلتك ولا تجيب لهم مشكله ولا حكي؟ لا 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 لا، كنت صحيح صغرى بليد شويه يعني، ما نعرفش صغير يعني صغر تيش صغر وكا، اما اش نعمل معناتها مشاكل وواحد ليه. وجتني وقتها تحت تحت اول ما تحت تحت في مسعديه، عديت 6 اشهر في مسعديه. اول جمعه جتني اختها قعدت 3 جمعه، مره الاولى ما باتش نعطي النومر وكل شيء باش يجوني دار، وبعد عطيت قلت هاي كلمه هكا. وجتني وقتها امي وبابا اول مره، احساس عظيم وبرا. كيفاش عظيم اول مره وامك تعمل في حد شيء وتلقى روحك في الحبس تكلم في امك بالتليفون وهي تاخذ قهره كبيره؟ ندمت نصور في الوقت لحظه ذيك مال ما ندمش شبيه، تعبت امك وابوك وجاي. لا والله ندمت اقسم بالله ما ندمش بالطبيعه. كانت لك التجربه الوحيده معناها هذيك الحبس ولا كانت عندك؟ لا 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 لا، اول مره اول مره وقت كان جيت موقف شهر ولا نهار قبل النهار اني ما دخلتش، راني ما عملتش المشكله هذيك، اما اول مره وقتها وغلطة هي. أما الدولة زادة كافئتني مليح، عام نور مرمون عدي منه 6 شهور 8 شهور، أنا نعدي عام كامل، عديت 6 شهور في قصرين وستة شهور في مسعدين في سوسة. يس وذل شفتها الداخل، أما العوين تاع السجون مش الكل راب، أما العوين الأكثرين تاع السجون عبيد مو تو هو تو غلط ولا ليه يعدي في حبسه، متذلوش متحقروش داخل تو ثم حقرة يخدم فيك العبيد اقسم بالله. او مرة نذيف السجون والله يا ربي صارت في الليل يعني ندور كل شيء، عيط لي قال لي ايجا هز الكرسي، مش نزلوا كرسي وهو يمشي بحذا البير وانا نتبعوا بيه كرسي وما وصلوا له، ما نزلوش الكرسي كان نقولوا عليش وكيفاش تو يجيني يضربني ولا يهزني 10 أيام سيلون وما يسمعك حد. شفت الداخل مريض، ثم اللي مات في حبس القاسرين المرة له مات، خرجوا تقولوا مريض عندي راسي يوجع فيا، الرجل يبدأ شي يجلط يمدلك كابتن الجيزيك، قولوا رجلي مدلك كابتن الجيزيك، كل شيء كابتن الجيزيك قسم بالله. جماعة السجون تربية ولا خلاق عندهم برجولين ثم عبيد بيه ثم، أما على الأكثر لي جماعة السجون ما همش مرقلين جملة، العوين ما همش مرقلين جملة، حقارة يحقروا المربوط ولد بلادك الزحف، علاش تحقروا؟ يحبوا الوجوه ويحبوا الفلوس، كان يخرج معناتها واحد من برا يمدلوا مليون زود يقول له بحذاك الولد تو يولي يعامل فيه معاملة به. أما ليه ثم بيوت في الحبس الداخل، ثم بيوت تاع عملة يعني يحطوا فيها العباد تخدم وكل شيء، يحطوش في عباد موقفة، ثم عباد موقفة لبس عليها يحطها في البيوت هذيك، علاش؟ هذاك عبد معناتها قدس راقد في قدس في الضبعي والآخر يرقد في بياس واحد يجي على نهارين، هذاك هو القاهرة وهذيك هي تونس بالرسم. ما نصورش منك باش تعاود تعملها الحكاية هذه، تحب تعاود ترجع للحبس وتعمل أي حكاية المهم. تونس ما تصور منها شيء. انتي صح، انا الحمد لله انا لاباس، انا تو ما عم باليش انا نخدم على حد نخدم على روحي تو مريقل، جت ولا مشت نورمال ما يقلقنيش، انا نخدم الحمد لله
مستكفي بروحي كاو، ما نفسدش ما نعملش، الحمد لله كاو. شنو تنصح شباب على السجن؟ حبس ما ننصحوش جملة، حبس يختار يبعد عليه، شطب عليه بالاحمر. مش يعني هاني ما تو يعني نسرق وما شدونيش ولا تو نبيع، ترويج شوفتها يشدك بخمسة طروف تعدي ستة سنين ترويج، يعني حتى كنت تكيف انت وعندك ستة طروف ثلاثة أربعة نجم يعديك بهم ترويج. تو واحد يتيح بسيجار وزطلة يدخل يقابل وكيل الجمهورية يقول له تتكيف، ينجم عرفتك اللي ماهوش أول مرة ينجم يجبد المروج، وقت اللي يجبد المروج يدخل يعدي عام، يبقى يستنى المروج وقت اللي يتشد المروج ويتكافح وياه باش هو يخرج على سيجار وزطلة. يعني الحبس ليه فيه حقرة فيه ذل ولغة حبس للرجال ليه.